بعد جائحة كورونا، يعني صراحة أي فنان عانى وقاسى كما كنقولوا، ولكن موازين عنده واحد نكهة خاصة كنحسوا بأننا رجعت الحياة للطبيعة ديالها، رجعنا حتى حنا كفنانة باش أننا نتلقاو مع واحد الجمهور اللي هو عريض باش نوصلوا الفن ديالنا. بطبيعة الحال انا يعني جيت سعيد بالاسم ديالي يكون حاضر مع اسم الاسماء ديال خوتي الفنانين الكبار اللي كاين يكون في الموازين، وانا جيت سعيد باش انني نشارك وباش نوصل ونمثل الناس ديال الشمال ونمثل العيطه الجبليه، بحكم ان السفير ديال العيطه الجبليه كما سبق الذكر بانني مثلت العيطه الجبليه في جميع الدول تقريبا ديال العالم، ولكن في موازين كان هذه اول مره. انا فرحان باش انني نمثل بلادي في الموازين. عندي ريبرتوار الصراحه هو كبير، عندنا العيطه لاول مره عدار، يعني كاين الناس ديال الجباله كيعرفوها ولكن كاين الناس اللي ما كيعرفوهاش، حاولنا عملناها بواحد النكهه جديده مختصره حيت هي العيطه فيها بزاف ديال الوقت، ولكن احنا حاولنا اننا نختصروها. وفي نفس الوقت عندي من كل فن طرب، يعني كاين الاغاني اللي حفظينها للجمهور، وهي كلها من ريبرتوار المرحوم سي محمد العروسي الله يجدد عليه الرحمات، ومن سي عبد الملك الاندلسي، ومن عبد الوزاني، ومن شمزاز، يعني هذا هو الريبرتوار اللي غيكون عندنا بالاغاني اللي معروفه والاغاني اللي عندي اغاني جداد اللي ندمجهم من هذا في هذا الريبرتوار. بطبيعة الحال أنا يلا سبق لي أصدرت واحد الأغنية هو كوفر على شكل فيديو كليب أرواح صاحبي طلعوا الجبالة، يعني ترحم من السي حفيظ الفتواكي الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات، أنا كنت من العشاق ديالو وجميع المغاربة تقريبا كيحبوه وكيموتوا عليه، فحاولت أني ندير له هو تأبين وتكريم في ديك العمل ديالو ديال أرواح صاحبي طلعوا الجبالة على شكل فيديو كليب وإهداء للعائلة ديالو. وهذا اخر ما درت، يعني يلا مازال عندي واحد السيمانه من بعد موازين موجد واحد الكليب اللي هو بعيد على العيطه الجبليه، اللي هو اغنيه كنقولوا حنا واقف في باب الدريبه نتسنى حبيبتي تدوز، وهي اغنيه شبابيه من كلمات والحان محمد المغربي ولا رونجور الدي جي سول اي. كنحاول انني باش ديما كنبقى مع الشباب ومع التراث. كنشكر هيسبريس في الشخص منال، وكنقول لك شكرا على الدعم ديالكم على التغطيه ديالكم، وكنتقدم من خلال المنبر ديالكم لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، وكنشكروا على موازين وعلى الدعم ديالو وعلى الرعايه ديالو للفنانين، وهو الاب والسند الروحي للفنانين ديالنا والتراث المغاربي من طنجه للكويره. فشكرا والله يبارك عمر سيدي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.